مشروع نظام المعلومات الجغرافي هو مشروع يتم إنجازه تحت إشراف وتسيير قسم الدراسات والتخطيط، وبالأخص مصلحة نظام المعلومات الجغرافية بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور. هذه المصلحة تهتم حالياً بتنفيذ المشروع بمجمل مراحله، وستكون مهمتها الأساسية بعد الانتهاء منه تحيين مختلف المعلومات حفاظاً على استمرارية فعالية النظام المعلوماتي. يهدف هذا المشروع الذي سيمتد طيلة 18 شهراً إلى تسهيل عملية تدبير الأصول، إلى تحسين مجمل الخدمات الموجهة للزبائن، إلى تحسين جودة الأشغال المنجزة، وكذا المساعدة على التخطيط للاستثمارات. هذا المشروع ينقسم إلى 5 مراحل أساسية، وهي مرحلة تأطير المشروع وإنشاء البيانات المكانية والوصفية، مرحلة تثبيت وإعداد برنامج نظام المعلومات الجغرافية، مرحلة ثالثة وهي جرد مختلف المعلومات المتعلقة بالشبكة بالإضافة لتحديد موقعها الجغرافي، وأيضاً مرحلة ربط البرنامج بمختلف الأنظمة المعلوماتية الموجودة بالوكالة، وأخيراً مرحلة تكوين جميع مستخدمي نظام المعلومات الجغرافية. ولضمان نجاح هذا المشروع قمنا بتشكيل لجنة تسيير برئاسة السيدة المديرة العامة، وهي هيئة تقرر اتجاهات المشروع الرئيسية وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لجل التحديات، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مكون من مهندسين وأطر وتقنيين من مختلف الأقسام التي لها علاقة بالمشروع، سيما الأقسام التقنية وقسم المعلوميات. وأخيراً فإن هذا المشروع يصب في هدف ترسيخ ثقافة التحول الرقمي والدور الذي تلعبه في تعزيز النجاعة والارتقاء بجودة الخدمات العمومية وفقاً للتوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نظام المعلومات الجغرافية أو كما يعرف اختصاراً سيج هو واحد النظام اللي كيعمل على جمع صيانة تخزين تحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية. تتألف نظم المعلومات الجغرافية من عناصر اللي هي أساسية، وهي المعلومات المكانية والوصفية يعني لي زاتريبيو، أجهزة الحاسب الآلي، البرامج التطبيقية أو لي زابليكاسيون، اي لي ريسورس هومان. هذا النظام هو بحاجة المعلومات أولية يتم جمعها بطرق اللي هي عديدة، من بينها المساحة الأرضية، التصوير الجوي. وفي هذا الصدد قامت الوكالة باقتناء مخطط من لدى الوكالة الحضرية الجديدة، وسيكون هو الأساس يعني الفون دو بلون لعمليات الجرد الميداني يعني سوغ لو شونتي. وحنا كمسؤولين وجهة مختصة رسائلنا في مرحلة من مراحل المشروع أننا نستعنوا بأحدث التقنيات، لهذا تعاقدنا مع أن جيومتر توبوغراف من أجل الحصول على معلومات دقيقة وبذلك نجاح المشروع 100%.